بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على مسائل شابتر 4. شابتر 4 آخر شابتر في الإلكتريستي، وفيه يعني قوانين كتيرة، في قوانين كتيرة وفي الار سي سيركتس، فيعني في شوية شغل. أول حاجة ممكن يسأل فيها، هيسأل بالاعتماد على القوانين ازاي. يعني انت مثلا انت عارف ان الجي يساوي سيجما في ايه، سيجما في اي دي هتساوي برضو ان اي في، فيدي لك مثلا كله ما عدا واحده، مش هيدي لك مباشره. مثلا ممكن يدي لك الفي والار، مثلا يدي لك ريزيستور 20 اوم والبوتنشال ديفرنس حواليه ايا كان اي حاجه 30 فولت مثلا، وبعدين يقول لك في 10 دقائق، يعني يدي لك الفي والار ويقول لك في 10 دقائق عدد الالكترونز قد ايه هيعدي. يعني انت ممكن تلاقي الموضوع بعيد عن بعض، بس هي سهله جدا. ال V over R دي هي ال I، تمام؟ يبقى انا كده جبت ال I، وال I دي بتساوي ايه؟ ال I بتساوي Q على T، صح؟ و Q دي N E over T. انا معايا ال I ومعايا ال T وال E، ده ثابت 1.6 times 10 power negative 19، يبقى انا جبت ال N مثلا. يعني هتلاقي ان الافكار دي كتير، هي معتمده بس على فكره انك عارف القوانين، عارف ايه العلاقات بين، او ايه يعني همزه الوصل بين حاجتين مع بعض. يعني برضو ممكن يسالك على ال V مثلا، ممكن يخليك يعني مثلا I equal neva ويقول لك هات لي ال V، يبقى مديك كل حاجه ناقص ال V. طبعا هو مش ممكن ما يقولكش ال E بكام، يسيبك بقى تقعد تعمل في دماغك طب الاي بكام، بما انه بروتون او الكترون الاي دي ب 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19. ممكن يقول لك اتجاه الفي فين اتجاه الفي، يعني من الاخر هيجي لك تشوز بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعني على حسب طبعا بيقول لك هي منين، بيقول لك ريلاتيف تو مثلا كارنت دنسيتي. طب ايه لو انا فرضت ان هنا الالكتريك فيلد وعندي الكترون، الالكترون بيمشي عكس الالكتريك فيلد، يبقى الفي عكس، تمام؟ يعني عكس الاي، حتى لو انت فاكر الكرنت بنقول انه كونفنشنال ماشي كده، والفي الدريفت سبيد بتاع الالكترونز بيمشي عكس الاي، ماشي. برضو في نوعيه سؤال برضو هي مش معتمده على حاجه غير ان هو يعني في بعض زي ما تقول افكار يعني مش صعبه في ذاتها، بس هي فيها يعني نقطة كده بسيطة ممكن تلخن. حاجة عاملة كده، مدي لك لينث وريديوس، يعني ده ال، مدي لك الريديوس، ومدي لك ان ده رول بيلف اوميجا، كأنك بتلف ايه حاجة على رولة يعني. وبعدين بيقول لك ان اللي بيتلف ده عليه سيرفيس تشارج دنسيتي سيجما، سيجما دي كونستانت، مهم الكلام ده. وبعدين بيقول لك عايز الاي، عايز الكرنت اللي هيمشي. طيب واحده واحده، ايه هو الكرنت؟ الاي هو دي كيو باي دي تي، يبقى هو دي باي دي تي، الكيو دي ان هي سيجما ايه، صح؟ طيب انهي اريا؟ اريا الشيت، الاريا بتاعت الشيت لينس في ويدث، او تعال نقول عليه اكس لانه متغير هنا، خلي بالك ان لانك بتلف الاكس ده عمال بيتغير بيقل مثلا في الحاله دي، فاذا الاكس ده بيتغير، فانما ال ثابت والسيجما ثابته، فاذا هقدر اقول انه يساوي سيجما ال مثلا في دي اكس باي دي تي. دي اكس باي دي تي دي سرعه، انهي سرعه؟ السرعة اللي هي التانجنشال بتاعت الرول دي اللي هي هتبقى اوميجا ار. فانا كده كأن يعني انا هو مديني الاوميجا والار والال والسيجما، مديني كل حاجة، هعرف اجيب الاي على طول، ماشي. بالنسبة لشكل الريزيستنس، طبعا احنا عارفين الار بيساوي رو ال على ايه، تمام؟ ولو قارنت اتنين ريزيستنس هقارن على الاساس بتاع الحاجات دي، التلات حاجات دول.
طيب لو قالك ان هي حتة معدن كده ليها كروس سيكشن ايه وليها لينس ال، وقمت مسيحها وقمت عامل حاجة كده، دي A1 ودي L1، بقى عندي L2 و A2. لو انا قلت ان A2 هي ضعف A1، يبقى لازم بما انه نفس الفوليوم ان L2 هتساوي نص L1. ليه؟ لان الفوليوم كونستنت، ان A1 L1 يساوي A2 L2، ده لازم لانك هي نفس حتة الحديدة، انت مجبتش حديد من بره يعني. ودي بقى ايه، يقعد يسألك ان الريشيو بتوين تو ريزيستنس كام، او ممكن يعني تبقى خطوة في مسألة اطول، بس هو ممكن يعني يجيبها كتشو صغير في الامتحان يعني. برضو ممكن يسألك على حتتين واير نفس الماتيريال، لحظة حاجة عاملة كده، مثلا لو قلنا ان دول حتتين واير بس الفرق في الراديوس يعني، او في الكروس سكشن اريا، بس من نفس الماتيريال. وبعدين بيقول لك انا عايز اعرف الدريفت سبيد، قال لك ان الكرنت اللي ماشي ثابت تمام يبقى اي كونستانت، وعايز الدريفت سبيد الريشيو بين الاثنين، الريشيو في الدريفت سبيد هنا لهنا. طيب انا عارف ان اي تساوي نيفا صح، والاي كونستانت والان والاي كونستانت اللي بيتغير الفي والاي، فلو دي واحد ودي اتنين هيبقى A1V1 هيساوي A2V2. انا جبتها من ان الاي يساوي الاي، فان اي في 1 اي 1 يساوي ان اي في 2 اي 2، بس يعني بسرعه كده. هقدر اقول ان مثلا انا معايا ريشيو الاريا، مثلا لو قلنا ان الاريا بتاعت 1 هي 4 اضعاف الاريا 2، ممكن ما يديكش الاريا، يديلك الريديوس يعني، يقول لك ان R2 يساوي 2 R1، ساعتها A2 يساوي 4 A1. خلي بالك لان الاريا باي ار سكوير تمام، فلازم تاخد بالك هو مديلك ايه يعني، ريديوس ولا ايه بالظبط تمام. اذا هقول ان مثلا V2 over V1 يساوي ربع. ده معناه ان السرعة في V2 اقل الربع من السرعة في V1. ماشي، هنبدأ بقى نقابل في طريقنا مسائل الار سي والدوائر. هي مش رخمة قوي، بس هي رخمة شوية، بس لازم يعني تصحى معاها شوية. أبسط شكل ليها هيبقى حاجة عاملة كده، مدي لك الـ R والـ C، يعني مدي لك هنا قيمة الـ R وقيمة الـ C، وبيقول لك أنا عايز يعني، ممكن يقول لك time constant بس دي يعني بعيدة، تاو يساوي R C ده خطوة في وسط الحل. ممكن يقول لك انا عايز الوقت او التايم ريكوايرد لايه، لان البوتنشال اكروس كاباستور يساوي بوتنشال اكروس ريزيستور، يعني تايم ان في سي يساوي في ار، ده في ار وده في سي تمام. امتى يساوي بعض؟ ماشي، امتى يساوي بعض؟ تعالى نرجع للي هي الاي ام اف، الاي هتساوي في ار بلس في سي صح، فاذا اي هتساوي لو انا شلت في ار هتبقى 2 في سي، يبقى في سي بتساوي نص اي تمام. طيب الفي سي اصلا بتساوي ايه في حاله التشارجنج، لان هو هنا قال لك بيقفل سويتش وتايم بصفر لما قفل السويتش ومش عارف ايه. امتى ايه قانون الفي سي في التشارجنج؟ هو اي في 1 ماينس اي بار نيجاتيف تي اوفر تاو. بص كده هتلاقي دي راحت مع دي، وتعرف تجيب التايم هنا لان معاك التاو.
مثلا ممكن بدل ما يسألك على ال على ال V أو على ال طيب، يعني بدل ما يتكلم في V ممكن يتكلم في energy في ال U، وال U في ال energy stored in capacitance هي half CV square، تمام؟ فيقول لك امتى ال energy دي تبقى 90% من الماكس، أو يعني تعال نقولها بالطريقة اللي هو قالها، لما تايم يساوي 3 تاو اليو كام في المية ماكس من الماكس يعني. طيب تعال نقول ان اليو اول حاجة اليو ماكس هتساوي هاف سي في نود سكوير، تعال نقول ان في نود هي ماكسيمم فيلوست ماكسيمم بوتنشال، تمام؟ يبقى اليو عند 3 تاو هيساوي هاف سي V node square في 1 minus e power negative t over tau square، صح؟ ده اليو عامة، لو شلت t وحطيت 3 تاو هيساوي half C V node square 1 minus e power negative 3 square، تمام؟ لو قسمت ده على ال U max هلاقي يعني U over U max هيساوي 1 minus e power negative 3 square، ده بكل بساطة هو 0.9 يعني 90%، يعني بعد تايم 3 تاو بيبقى فيه 90% من الانرجي خلاص اتخزنت. وتقدر تحفظ دي لان يعني مش هتطلب منك اثباتها، بس هو عامة هي جت من هنا، انا حبيت اشرحها لان هي متكررة حتى في الملزمة علشان تبقى خدت بالك. طيب انا كده سألتك قلت لك ايه؟ قلت لك انا اديتك تايم وعايز الانرجي. طيب ممكن اقول لك هات التايم اللي انا ممكن يحصل لي فيه لوز للانرجي، يعني انا عايز، يعني انا كنت عايز دلوقتي الانرجي واديتك تايم 3 تاو، لا انا عايز التايم لما الانرجي مثلا لوز 20%، يبقى الانرجي اللي فاضله 0.8 يو ماكس، صح؟ هتساوي يو او يعني تعال نقول ان اليو هتساوي 0.8 يو ماكس، فاذا في نود او يعني تقدر تقول في نود سكوير 0.8 في نود سكوير الفي سي، الفي سي سكوير، ما مش انا اليو هي هاف سي في سكوير، فاذا في سكوير هتساوي 0.8 في نود سكوير، ده بيساوي في نود سكوير في، خلي بالك ده ديس تشارج، فعلى طول اي باور نيجاتيف تي اوفر تاو لانه بيقول لك لوز، فاكيد ده ديس تشارج، اذا هتعرف تجيب التايم على الاقل التايم وذ ريسبكت تو تاو حتى لو مش معاك اللي هو التايم كونستنت. دي نوعية من نوعيات المسائل هي ممكن تبقى رخمة بس ممكن تيجي يعني بشكل كبير ممكن تيجي. نخش على نوعية تانية اللي هي يقول لك عايز VB minus VA أو VA minus VB، تبقى عاملة ازاي؟ بيبقى حاجة عاملة كده، يقول لك في current، في resistance، في بطارية، وفي capacitance، هنا positive هنا negative. انا اتعمد احط التلاتة مرة واحدة علشان في من الشكل ده كذا حاجة، تمام؟ اولا ده هنا اي وطبعا هنا في بي، وهنا مثلا يا اما بيدي لك الفي بيدي لك الفي، تعال نقول ان هو مدي لك الفي سي، ماشي. هو عايز ايه؟ عايز في بي ماينس في اي، وتعالى نقول برضو ان دي بي ودي اي. بص من الاخر، في بي ماينس في اي هتمشي من اي من البي للاي بوزيتيف، يعني ايه؟ تعالى اوريك انا قصدي ايه. انا ماشي من بي لاي، امشي معايا، قابلت هنا ريزيستنس طبعا ار مديهاني، تمام؟ قابلت وانا ماشي resistance،
ماشي فيها كارنت، الكارنت في اتجاه، في اتجاه ما انا ماشي، الاي ده في اتجاه ما انا ماشي كده. يبقى انا هاخد ان في بي ماينس في اي اهي هتساوي بوزيتيف اي ار لانه في اتجاه ماشي، خلاص عديته، قابلت بطاريه، ايه اللي قابلني من البطاريه؟ البوزيتيف، يبقى هاخد بوزيتيف في بي. طيب تعال نخلي دي بدل ما هي بوزيتيف، تعال نخلي ان ده، تعال نخليه نيجاتيف مثلا ماشي. هكمل وانا ماشي، لو انا قابلت النيجاتيف بتاع اي حاجة بقى ايا كان هتبقى ماينس، اذا هتبقى ماينس في سي. لو كان الكرنت في عكسي بقى برضو، يعني لو كان الكرنت ده كده كنت هاخده بالنيجاتيف. هي دي الفكرة بس من في بي ماينس في اي. بس لو انت مش فاهم ليه بمشي من دي لاي واخد بوزيتيف مثلا، يعني تقدر تعتبر انك انت بتحسب انت صرفت قد ايه بوتنشال علشان تنزل، يعني لو فرضنا ان دي اكبر من ايه عشان ده يطلع بوزيتيف، يعني لو انا قلت ان بي اكبر من ايه البوتنشال بتاعها، فاذا عشان امشي من بي لاي محتاج اصرف، محتاج اصرف بوتنشال، يعني اذا محتاج اصرف في الار دون، محتاج اصرف اي ار كده. يعني لو انت مش فاهمها احفظها كده، يعني انا مش فاهمها قوي برضو. هي يعني انت ماشي في ريزيستنس، فاذا صرفت علشان تمشي من هنا لهنا، وبعدين ده دي بطاريه بوزيتيف ونيجاتيف، في بينهم بوتنشال ديفرنس، فالبوتنشال ديفرنس ده بالموجب لان جاي من هاي للو، وانت اصلا ماشي من هاي للو، فمعاك يعني مش لازم تفهمها قوي، بس انت بتحفظ ان في بي ماينس في اي بتمشي من بي لاي وتاخد اللي معاك بوزيتيف، يعني اللي ماشي معاك بوزيتيف واللي عكسك بتاخده نيجاتيف. ماشي، ممكن برضو يبقى مديلك مثلا في بي ماينس في اي ويقول لك الاي فين واتجاهه ايه، يعني على نفس الرسمه وانا فاكر. يعني يبقى كل ده جيفن في بي ماينس في اي كده على بعض، ويديلك في بي وفي سي والار، ويقول لك عايز الاي واتجاهه، تمام. فانت لو فرضت الاي معاك وطلع بوزيتيف يبقى هو معاك، لو طلع نيجاتيف يبقى عكس. السؤال اللي بعد كده ممكن يديلك جراف، جراف لإيه؟ تعالى جراف عامل كده مثلا، بين التمبريتشر ويا الآر، يعني ممكن يديولك للآر، ممكن يبقى يديولك للريزيستيفيتي، لأن إيه الريزيستيفيتي هي اللي بتغير أو بتتغير مع التمبريتشر في الريزيستنس، تمام. ممكن يقول لك انا عندي ماتيريال على كونستانت بوتنشال ديفرنس عند تمبريتشر ايكوال زيرو في كارنت اي بحته ايه، ماتيريال ليها كروس سكشن ايه ولينس، مديهولي مثلا 58.4، تمام. بيقول لك لو التمبريتشر بقت 400 ايه اللينث بتاع الواير اللي عنده نفس الكروس سكشن اريا دي، انهي لينث ال واتيفر يعني اطول او اقصر، انهي لينث يديني نفس الكونستانت اي. طيب بما ان الفي كونستانت، فلو انا عايز الاي كونستانت يبقى الار كونستانت، يبقى الار عند زيرو هتساوي الار عند 400. طب الار هي ايه؟ رو ال على ايه؟ هيساوي رو ال على ايه؟ طب ما انت بتقول طب ما هي مش نفس الماتيريال، الرو مش هتروح مع بعض؟ لا، الرو هنا بتتغير مع التمبريتشر، فاذا هنا الرو بتاعت صفر وهنا الرو بتاعت 400، تمام. وده مثلا تعالى نقول عليه النود برضو، وتعالى نقول على ده ال 400 او اللينس اللي الحتة اللي هتبقى موجودة عند الرو، والاريا كروس سكشن اريا نفسها، هتعرف معاك الرو من الجراف، معاك اللينث ده جيفن، هتعرف تجيب اللينث التاني. ممكن يقول لك احسب لي الالفا تمبريتشر كوفيشنت، ممكن تحسبه
بنفس القانون اللي هو بتاع اللي هو القانون اللي هو بتاع المعمل اللي احنا قلنا عليه. احنا كنا قايلين ان r تساوي r نود 1 ماينس 1 بلس الفا دلتا تي، تمام. احنا كنا بنختار التي بصفر ونحط، فاذا الفا تي على طول، بس هي الفا دلتا تي. ممكن اعوض في ده، ممكن اقول ان الرو برضو هي رو نود 1 بلس الفا دلتا تي، لان الار مثلا لو نفس الحته ومفيش اكسبانشن ممكن اقول ان هي رو ال على ايه، صح؟ مثلا رو، ودي هتبقى رو نود ال على ايه، بس اللينس والاريا في نفس الحته، لان القانون ده بيتكلم على حته معدن واحده عامله كده هي اللي بتسخن وتبرد، الدايمنشنز بتاعتها ما اتغيرتش. فاذا لو ما اتغيرتش هقدر استعمل ده، عشان يعني اذا انا معايا الكيرف ده فممكن اجيب منه الالفا على طول اسرع مما انا اضرب في ال واقسم على ايه. برضو من المسائل بتاعت اللي هي التمبريتشر، ممكن بدل ما يقولك مثلا ان R2، ما هو مش هيقولك R2 بقت مثلا او R1 بقت R2 لما تمبريتشر 1 طلعت بقت تمبريتشر 2، ما الموضوع كده يعني يعني سهل. ممكن يقولك ان الاي اتغيرت من مثلا من 1 ل 2 على كونستانت في، فاذا هتجيب من من النقطه دي هتجيب ار1 وار2 مثلا، يعني طبعا هيبقى بيديك التمبريتشر. بمناسبه الاي، الاي ممكن يديها لك فانكشن في التايم، في التايم، تمام. وبعدين يقول لك هات لي كيو اللي هيعدي في الانترفال مثلا من 0 ل 8، ايه كمية التشارج. ممكن مش لازم الكيو، ممكن يقول لك عدد الالكترونز اللي هيعدي من 0 ل 8، هي نفس الفكرة، او يعني النطة الاولانية هتبقى نفسها. ازاي؟ هقول ان اي هي، تعالى نسميها اي اللي هي دي انها بتتغير، دي كيو باي دي تي، فاذا دي كيو هي اي دي تي. فإذا هقول إن Q هي تكامل من 0 مثلا ل 8 اللي أنا عايزه I dt، هكامل ال I هطلع Q. لو أنا طلعت Q هي إن في E، يبقى أنا أقدر أجيب عدد الإلكترونز مثلا، مش لازم الشحنات. طيب السؤال اللي جاي يعني يعتبر رخم شوية، في فكرة جايب لك كده، يقول لك ترانكيتد كون، يعني كون مقطوع، عمل لك شكل شبه البريزم كده شوية بس البيزز بتاعته دوائر، تمام. قال لك ان ليه هايت اتش، مثلا البيز اللي فوق A والبيز اللي تحت B مثلا، وبيقول لك ان التشارج متوزعة بالتساوي، تمام، او ان كارنت دينستي ما بتتغيرش على الراديال ده، على الدايرة دي، لكن بتتغير اكسيال، يعني تطلع وتنزل، هي التغير بيحصل وانت طالع ونزل، تمام. طب انت عايز ايه يا عم؟ بيقول لك اثبت لي ان الريزيستنس بتساوي الاكسبريشن ده، رو على باي في اتش على اي بي. طب انت هتقول لي دلوقتي حتى يعني لو رخم ممكن ما يجيبوش، يعني ما هثبت، مش هقعد اثبت له، بس هو ممكن يجيبها لك تشوز، ولو جاي تشوز هتبقى مشكله، فاحنا للاسف هنضطر نحلها. ماشي، بما ان ده يعني دول ايه اللي بيتغير هنا، الراديوس، يعني طول ما انت بتتحرك لفوق، تمام، لان ده المشكلة عندي الريديوس. طيب تعالى نتخيل هنا ريديوس R، تمام. طب هنتخيل ريديوس حاف، لا، ريديوس لايه؟ ريديوس لدايرة. فاذا تعالى ناخد element بقى دايرة، الريديوس بتاعها R،
تمام. خلي بالك كل ما تنزل مثلا، يعني كأن الراديوس ار نازل كده بسلوب يعني، او ليه سلوب كده، انك لما مثلا الواي، تعالى نتخيل ان ده الاكسس بقى بتاعنا، تعالى ناخد له لون تاني ونقول كده، ونقول ان ده الواي مثلا. فاذا لما الواي كانت بصفر هنا كان الار ببي، لما الواي بصفر الار ببي، ولما الواي مثلا باتش اللي هو الارتفاع الار باي، صح؟ انا اتحركت من بي لاي. تقدر تقول على العلاقة دي، تقدر تعبر عنها ازاي؟ ممكن تقول ان واي هتساوي، او اسف، ار هتساوي ام واي بلس سي. هي الرسمة علشان يعني مش شقلبة ممكن ما تبانش معاك، بس تخيل ان الار هو اللي لفوق كده، وتخيل ان الواي اهي مثلا، الواي هنا بزيرو والواي هنا باتش. اذا ده كأن دي الحتة دي من الكون، كأن انا لفته كده. خلينا ناخد لون تاني عشان تتخيله على اكسس يعني. تخيل دي بقى، دي الحتة دي انا جبتها هنا ولفتها، تمام. دي الواي هنا باتش، الواي بصفر. لما كانت الواي بصفر كان الار هنا ببي، ولما كانت الواي باتش كان الواي كان الار باي. فاذا كان الار محطوطه على الستريت لاين ده، تمام. كان اقدر اعبر، تمام، كان انا كده لما بقول ار يساوي ام واي بلس سي بعبر عن معادله الخط المستقيم ده، ومعايا نقطتين. لو انا حطيت الواي بسي بزيرو الار هتبقى ببي، والواي باتش الار هتبقى باي. هتعرف تطلع بالكونستانت وبالسلوب، هتبقى ار هتساوي اي ماينس بي اوفر اتش واي بلس بي، تمام. انت كده طلعت بالمعادله بتاعت ده. طب وده فارق معايا في ايه اصلا؟ تعالى اوريك فارق معايا في ايه. لو انا خدت تاني الاليمنت بتاعي هنا، تمام، اليمنت الريزس بتاعه ار، تمام، فاذا الاريا باي ار سكوير. ولو انا خدت حته صغيره جدا كهايت هتبقى دي واي، لان طبعا الارتفاع ده او الاتجاه ده الواي. لو انا خدت هنا دي واي، وعايز يعني كاني خدت سلندر صغيره جدا، تمام، سلندر كده، كان خدت اليمنت تكامل سلندر، الاريا بتاعته A والارتفاع دي واي، تمام. وبقول لك ان الار بتاعها هو رو ال على ايه، صح؟ رو ال هو دي واي، والاريا ثابته لان تقريبا، لان الارتفاع صغير جدا، فاذا كان مفيش فرق اريا، تمام. فاذا ده ايه؟ ده الدي ار، لان دي حته صغيره من الار اللي انا عايز اجيبها. فاذا كاني جبت ان دي ار، اسف، دي ريزيستنس يعني، هيساوي رو دي واي على باي ار سكوير، باي ار سكوير. طيب انا لسه قايل، انا هشيل الار سكوير دي، انا لسه قايل ان الار بتساوي بي ماينس اي على اتش واي بلس بي. حط ده مكان الار سكوير، يبقى انا كده عندي معادله، او يعني هقدر اكامل بالنسبه لواي، لان عندي متغير واحد في المعادله دي على الطرف ده يعني. هقدر اكامل الواي من زيرو لاتش، يبقى انا هقول ان الار هيساوي تكامل الكلام ده من زيرو لاتش، رو دي واي على باي بي ماينس اي اوفر اتش واي بلس بي سكوير. هعرف اكمل الكلام ده طبعا، رو اوفر باي هيطلع، ولو كملت هيطلع لك ان يعني تكامل بقيه التكامل ان هو هيبقى اتش على اي بي. انت كده وصلت للنقطه دي، تمام. يعني مساله رخمه شويه، بس يعني مش مشكله.
ممكن يديلك، نرجع للمسائل بتاعت ال بتاعت ال RC circuits، ممكن يديلك حاجة كده switch ويقولك ان عندك هنا كده كاباستور وهنا كاباستور وهنا ريزيستور وهنا ريزيستور، تمام، ويقول لك ان ال initial potential difference هنا VI، مديلك طبعا ال C وال R، مديلك R1 و R2 و C1 و C2، وبيقول لك ادا ال VI كان هنا، وعايز التايم اللي لما VI دي مثلا تروح تبقى V final. طبعا دي ارقام، يعني مثلا من 45 ل 10، من 45 ل 10 فولت، ايه اللي بيحصل؟ انا ما ينفعش اشتغل كده، انا قايل بس السؤال ده علشان اقولك انك ما ينفعش تشتغل كده. طبعا اسف، انت كده كنت شاحن وفتحت السويتش. طيب يعني ايه، يعني ايه ما ينفعش اشتغل كده؟ ما ينفعش يبقى الدنيا كده، لازم تلم. تلم ازاي؟ هيبقى بكل بساطة عندك، لحظة واحدة، ايه الحوار؟ لحظة معلش، انا هنا قفلت السويتش، شحنتهم بره وبعدين شحنتهم من بره وبعدين قفلت السويتش، فهيبدأوا يفرغوا شحنة، وعايز اعرف امتى، يعني بعد قد ايه هيفرغوا الشحنة دي. طيب ارسم الدايرة على جنب، بس كده. يعني ايه بس كده؟ ده سي ايكويفالنت وده ار ايكويفالنت، ار ايكويفالنت المجموع وسي ايكويفالنت برضه هيبقى المجموع، لان دول بارالل برضه زي المره فاتت. ما تنساش ان السي بيتعامل عكس معامله الار. تقدر تتعامل على القانون، على الارقام دي في الار سي بتاعتك، ان تاو مش تاو بتساوي ار سي، انهي ار واني سي، تمام، الايكويفالنت اللي في الدايره. انا بس جبت المساله دي عشان اقول لك ماشي. بمناسبة أني R وأني C، بص على المسألة دي، عندك هنا كاباستور وهنا سويتشين، هنا بطارية وهنا ريزيستنس، تمام. تعال نقول على دي وان، ار وان وار تو، مديلك السي، مديلك ار وان وار تو، قال لك ان انا قفلت السويتش ده 15 ثانية، شحنت بعدين فكيته قمت قافل السويتش التاني، وبعدين هيبدا بقى يسالك. مش ده بس اللي هو مديهولك، مديلك حاجات تانية، مديلك ايه تاني؟ مديلك كيرف. كيرف ده ايه؟ كيرف بتاع الفي سي بالنسبة للتايم. تعال نرسمه هنا كده. في سي كان عامل كده، كان بيشحن، بعد ما شحن، بعد عند النقطة دي اللي هي عند 15 ثانية مثلا، بدأ يقل. طبعا ده تايم وده في سي، وعايز كام حاجة، مديلك السي والار ومديلك الكيرف دون ومديلك تاون. تاون؟ لا، هو تاو مش ار سي وخلاص؟ طب ما هي انهي ار سي برضه؟ تاون دي اللي هي ار 1 سي، اللي هو لما انا كنت قافل هنا كانت ريزيستنس R1، فلما غيرت السويتش وقفلت التاني ريزيستنس اتغيرت، فاذا التاو بتتغير مع ريزيستنس، لازم تاخد بالك. هو اداني تاو 1 وقال لي ان هي R1 سي، واسف هو عايز هنا R1، هو ما كانش مديهاني وعايز R1، معايا التاو ومعايا السي، اعرف اجيب R1 ماشي. وممكن اجيب الاي من هنا، ممكن اجيب الاي بتاعت السورس، ممكن اجيبها، ليه لا؟ ممكن اختار اي نقطه من الكيرف ده في النص الاولاني، حتى النقطه اللي هي دي عند 15 ثانيه كان 10 فولت مثلا، وتقول ان الفي سي هيساوي اي نود في 1 ماينس اي بار نيجاتيف تي اوفر تاو. تقدر تختار اي نقطه تايم وفي سي، هيفضل عندك المجهول الوحيد اللي هو الاي يعني. طيب ممكن يقول لك انا عايز تاو 2 وانت معكش ار 2 برضو، انا معاك السي كده حاف، طب هجيبها منين؟ هرجع للكيرف.
كيرف اهو مش معايا، مش انا عندي الماكسيمم ب10 والتاو ده هو التايم اللي بيوصل فيه مثلا من الماكس ل37% او بيشحن لحد 63%، صح؟ طيب يبقى انا هشوف ال 37% اللي هي 3.7 مثلا ولتكن هنا، وافضل امشي خط لحد ما اشوف هتقطع فين، تمام؟ يعني دي تقريبا 3.7، يعني قول 4 مثلا، وانت مشيت من عندها وهتلاقي اللي جنبها على طول ايه، هتلاقي مثلا 20. فاذا في الحاله دي التاو هتبقى بكام؟ ب20 بقى على كيرف؟ لا، التاو هتبقى ب5، لانك ده المفروض بدايه الديستشارج. اذا هيبقى 20 ناقص 15، التاو بتاعك اللي هو تاو 2 هيساوي 20 ناقص 15 اللي هو 5 ثواني. برضه ساعتها بقى انت بما انك معاك التاو هيقول لك هات لي الفي اللي فاضله في الكباستور بعد تايم يساوي 4 تاو، ممكن يجيب 4 تاو 2 تاو اي حاجه. ممكن في مساله تانية نفس الفكره، المره اللي فاتت ما كانش مديك الار، ما كان مديك السي بس، المره دي ممكن يدي لك الار ويرسم لك بقى كيرف عامل كده، تمام؟ قال لك انا قفلت السويتش ده مش عارف كام ثانيه ومدي لك كيرف عامل كده. الكيرف ده يقول لك انه كيرف الفولتج دروب اكروس الار. من الكيرف ده النقطه اللي عند تايم ايكوال 0 ده الاي ام اف او الفي نود، تمام؟ ده اللي انت تعرف تستفيده من الكيرف ده. ماشي، سؤال تاني. مديني بطاريه سويتش، ده ار 1 ده ار 2 ده كباستور سي، مديني ار 1 وار 2 ار سي ومديني دي 20 فولت، وبعدين بيقول لي انا سبته، يعني كان السويتش ده مقفول وسبته لحد ما الكباستور وصل ستيدي ستيت. يعني ايه ستيدي ستيت؟ يعني تقدر تقول الماكسيمم بوتنشال، تمام؟ وبعدها قمت فاتح السويتش. يعني انا فتحت السويتش عند تايم ايكوال 0، او هبدا اعد تايم من فتح السويتش ده، تعال خلينا. وبعدين هو عايز حاجتين، عايز الفي سي ستيدي، يعني اللي هو ات ستيدي ستيت او الفي سي نود يعني، وعايز الكرنت ان ار 2 لما التايم يساوي 4 سكند. طيب نحلله ده ازاي؟ واحده واحده. في الستيدي ستيت ده شحن على الاخر، فخلاص الكرنت مش هيمشي فيه، او شحن الماكسيمم في بتاعته فمفيش كرنت هتمشي فيه. ايه صحيح الماكسيمم الفي بتاعته؟ هل هي 20 على طول مثلا؟ لا، الماكسيمم في بتاعت الكباستور هي اللي هنا دي، الفي بتاعته او الفي ماكس اللي هتبقى عليه مثلا لما هاجي احسب، يبقى هي الفي بتاعت او الفي سي هتساوي في ار 2، تمام؟ اول حاجة انا كده كباستور مش هيمشي كارنت، هقدر اعتبره مش موجود، هقدر اقول ان عندي بطارية وريزيستانين، تمام؟ طبعا ستيدي ستيت كان السويتش مقفول، معايا ار 2 وار 1 ومعايا 20 فولت، هعرف اجيب الكارنت اي هيساوي اي على المجموع بتاعهم، وهعرف اجيب الفي ار 2 هو اي ار 2 اللي هي الفي سي نود او اللي هي الماكسيمم فيلوسيتي بوتنشال ديفرنس، ماكسيمم بوتنشال ديفرنس للكباستور. ماشي، طيب في تاني شكل التايم 4 سكند، يعني انا بعد ما فتحت السويتش واستنيت 4 ساعات 4 ثواني، معلش انا مش عارف ضارب ايه، فتحت فتحت السويتش واستنيت 4 ثواني عايز الكرنت اللي هيمشي في اي 2. بعد ما افتح السويتش كل ده مش معايا بقى، يبقى انا كأن عندي كباستور بيعمل ديس تشارج في ار 2 بس،
تمام، وده ار2 وده السي. اقدر اقول ان الاي هي اي نود في اي بار نيجاتيف تي اوفر تاو. طيب هل الاي هي الاي اللي انا جبتها من شويه؟ هل هي دي الاي ماكس؟ لا مش دي الاي ماكس، لازم تاخد بالك مش دي الاي ماكس. الاي نود ماكس او الاي نود دي هتساوي في سي نود على ار2، لانك انت كانك عملت دايره تانية. انت ما فيش كان السورس اللي كان عامل لك الاي الاولانيه كان البطاريه دي، بس خلاص ما فيش بطاريه، اذا الاي الجديده هي في سي نود على ار2. طبعا التاو هو ار2 سي. تعرف عن طريق ده تحسب الاي بعد 4 ثواني هو مديك التايم. السؤال اللي بعد كده مدي لك شكلين نفس التقسيمه بس شكلين مختلفين. عندك هنا سي وار، وعندك هنا برضو سي وار. تمام، هنا 20 اوم وخمسة مايكرو فراد، وهنا 10 اوم 8 مايكرو فراد. تمام، قال لك ان هما كانوا مشحونين بكيو 1 وكيو 2. تمام، وقال لك ان الريشيو كيو 2 لكيو 1 هي 1.5. وقال لك انا هقفل في نفس الوقت، يعني انا قفلت ده وقفلت ده في نفس الوقت عند تايم بيساوي 0. بعدين هو عايز امتى اللي تشارجز تتساوي، طبعا دول كيو 2 نود وكيو 1 نود تقدر تقول، او امتى الكيو اللي في 1 هتساوي الكيو اللي في 2. طيب الكيو هي ايه؟ هي كيو 1 نود في اي بار نيجاتيف تي على تاو، وكيو 2 برضو هتبقى نفس الكلام كيو 2 نود في اي بار نيجاتيف تي على تاو، لان ده ديستشارج. طيب اني تاو؟ كيو 1 هيبقى تاو 1 وكيو 2 هتبقى تاو 2. طبعا دي ار1 سي1 وار2 سي2، يعني هتلاقي ان عندك لو وديت دي الناحيه الثانيه طبعا دي نيجاتيف تي على تاو، يعني نيجاتيف هتروح هناك هتبقى اي، طبعا بانها اي هتبقى تاو على تي على تاو 2 ماينس تي على تاو 1 هيساوي كيو 2 نود على كيو 1 نود اللي هو معاك بواحد ونص. لا فلو خدت اللين هيبقى تي 1 على تاو 2 ماينس 1 على تاو 1 بيساوي لين واحد ونص. لو وديت قسمت هتعرف تجيب التايم اللي هيتساوي فيه. اللي بعده مديلك شكل عامل كده كوندكتور. تمام، قايل لك ان في نقطة هنا اسمها A، نقطة هنا اسمها B، نقطة هنا اسمها C مثلا، وقال لك ان في ستيدي كارنت كونستانت ماشي في الاتجاه ده كده. بيقول لك ايه اللي هيحصل للدريفت سبيد وهي ماشيه؟ هل هتفضل ثابته؟ هل هتقل وهي ماشيه؟ هل هتزيد؟ ايه اللي هيحصل؟ طيب ايه اللي يربط الدريفت سبيد باي؟ اي ايكوال نيفا، ان واي ثابتين والاي ثابت، خلي بالك. فاذا فضليش متغيرين غير الفي والال، واحد انا عايز ادرسه والتاني هيأثر عليه اكيد بقى اللي هو كروس سكشن اريا. تمام، اذا هقدر اطلع من العلاقه دي ان الفي انفرس مع الاي. فاذا وانا بتحرك من ال بي، واخد بالك، وبتحرك من ال بي الاريا بتقل، فاذا الفي بتزيد. بس وانا بتحرك من بي لسي الاريا بتزيد، فاذا الفي هتقل في الحركه الثانيه، اذا هي هتزيد وبعدين هتقل. بعدين رسم لي دايره كده، اظهر بطاريه واتنين ريزيستورز
الشكل ده كده، رسم لي دايرة، تعال نقول ده R1 ده R2 ده C1 و C2 ودي V0 أو القطرية يعني. بيقول لك أنا عايز أحسب الريشيو Q1 ل Q2، خلي بالك steady أو in steady state. ايه اللي هيفرق في حته ان ستيدي ستيت؟ يعني مش هيخش لي كارنت. هنعرف ايه اللي هيفرق. بيقول لك يا اما الاس ده السويتش ده يا اما اوبن يا اما كلوز، تمام. طيب لو السويتش اوبن، خلي بالك لو اس اوبن، سي 1 وسي 2 دخلهم اوريدي خلاص نفس الكارنت في الاول لما اتشحنوا، فاذا دخلهم نفس الكيو، او تقدر تقول علشان هم سيريز، تمام، C1 and C2 series، يبقى Q1 يساوي Q2، يبقى الريشيو بتساوي 1، يعني ده على ده يساوي 1. طيب لو ال S ده مقفول، لو ال switch S closed، هيفرق بقى Q1 over Q2. Q هي ايه؟ هي CV، CV1 over CV2، طب C1 V1 over C2 V2، ماشي. ال V1 هي ايه؟ هي البوتنشال اللي على R1 ده، البوتنشال اللي على دي، هو ده البوتنشال اللي على C1، والبوتنشال اللي على C2 هو البوتنشال اللي من هنا لهنا، هو البوتنشال اللي على C2. فاذا بس طبعا لما انا قفلت السويتش واستنيت ستيدي خلاص ما بقاش في كارنت يخش هنا، فاذا اقدر الغي دول كده وانا بحسب الكارنت. الكارنت هيمشي هنا 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 بس، هيمشي في ال R1 و R2 بس، ماشي. اذا هقدر اقول ان هو نفس الكارنت اللي هيعدي في الاثنين. فإذا هقول إن ده يساوي C1 over C2 في I R1 على I R2. فإذا Q1 over Q2 هتساوي C1 على C2 في R1 على R2. طبعا هو مديلك علاقات بين C1 و C2، يقول لك إن مثلا C2 باتنين C1 و R2 باتنين R1. لما تعوض بقى هتلاقي إن الريشيو دي هتساوي 1:4. ماشي. برضو تاني مسألة حليناها، هقولها بالسريع لان دي فاينل مش هحلها، بس هقولك ان هو برضو ادالك كاباستور وريزيستور وسويتش وبطارية، وقالك امتى في سي تساوي في ار. دي فاينل 2012، ف في سي هيساوي في ار، فاذا في سي هي نص الفي نود. لو دي في نود تعوض وتحل هتشوف التايم، هو عايز ايه؟ عايز التايم، ماشي. في برضو فكرة حلوة، جايب لي بطارية دي 1 ودي 2 وهنا كاباستور، هنا كاباستور، هنا كاباستور، هنا كاباستور، 1 2 3 4. الأربعة دول identical. قالك أنا شحنت واحد بعدين يعني وصلت هنا وبعدين قمت موصل الناحية التانية، وبعديها بيقولك إيه اللي حصل، أو يعني مديلك كذا اختيار وأنت عايز تعرف إيه اللي صح فيهم، تمام. طيب أول حاجة 2 و3 و4 دول series، فإذا الـ equivalent بتاعهم بيساوي مثلا C2 over 3، هما نفس الحاجة. تعال نقول C over 3 بلاش C2، C over 3 لأن هي نفس السي، ماشي. يبقى C equivalent C over 3. طيب لما هوصل تاني باتنين هيبقوا متوصلين، ده parallel مع التلاتة، أو يعني كأني وصلته parallel للتلاتة دول، أو وصلته خليها للإيكويفلنت، بلاش parallel للتلاتة، يعني ده 1 وده الايكويفالنت
موصلهم كأن بارالل. فإذا ال V1 هيساوي ال V بتاعت اللي هو الإكويفلنت بتاعت التلاتة. طيب إيه ال V؟ أو ماشي، ال V1 هيساوي ال V بتاع الإكويفلنت، تعال نقول عليه V. طيب مفيش عندي في الاختيارات، طب تعال نجرب حاجة تانية، يعني دي ما طلعت ليش في الاختيارات، تعال نشوف حاجة تانية. تعال نشوف Q مثلا، Q1 بتساوي CV صح؟ أو C يعني C1V، C1V1 اللي احنا هنقول عليه CV. Q بتاعت الإكويفلنت بتساوي C equivalent V، اللي هي C equivalent بC على 3 والV equivalent بV، دون هو Q1. فإذا Q equivalent يساوي Q1 على 3، أو Q1 هي 3 Q equivalent، 3 Q equivalent اللي هي 3 Q2، لأن 2 و 3 و 4 دول سيريز، فالكيو اللي داخله في الايكوفالنت بتاعهم هي اللي داخله فيهم. ممكن يجيب لك سؤال يقول لك مثلا ان في ار 1 وسي في دايره بعدين مع في نود مثلا، وانت موصل على كل دول في سيريز، ان سيريز يعني بطاريه ريزيستنس كاباستور سيريز، ده 1 ار 1، قمت انا موصل على R1 ده R2، ايه اللي هيحصل لتاو؟ هتزيد هتقل؟ مش هيحصل حاجة. حقيقة تاو بتساوي R اللي موجودة في السيركت في C. طيب ال R اللي في السيركت دلوقتي، الاول كانت R1 بعدين بقت R1 R2 على R1 plus R2، ده اقل من R1 تمام، الايكويفالنت في البارالل اقل من اقل ار عندك. فاذا الار قلت فالتاو هيقل. ماشي، المساله اللي بعدها سهله بس هقولها برضو عشان ما تخطكش يعني. السهم ده معناه ان هما دول قابلين للتعديل، variable resistance variable capacitance. هو الاول مديلك في نود 30 فولت وقال لك ان الار انا مخليه 1 ميجا اوم، خلي بالك الام دي ميجا و10 اس 6 لازم تاخد بالك، والسي 20 مايكرو فاراد، هو مثبتهم كده ممكن يغيرهم بعدين. اول حاجه قال لك how long does it take to fully charge، بيقول لك ايه التايم علشان اوصل ل 30 فولت الفي سي، الفي يساوي الفي سي يساوي في نود. نظريا انت مش هتحتاج وقت، يعني الكلام ده انا عندي في سي بيساوي في نود في 1 ماينس اي بار نيجاتيف تي اوفر تاو صح؟ خليها ار سي. لما في سي يساوي في نود يعني واحد هيساوي واحد ماينس اي بار نيجاتيف تي اوفر ار سي، وانا موصل ال وانا موصل الكباستور نظريا على الاقل بارلل ل بارلل للبطاريه مفيش ريزيستنس، فده كان ده بصفر، فاذا كان دي اصلا بصفر على طول اللي هي واحد على انفينيتي. فاذا المعادلة اتحققت من غير ما يعني او من غير ما يتغير تايم، او تقدر تقول ان عشان ما فيش ريزيستنس هو شحن على طول. بس طبعا في العادي بيبقى في حتى في السلوك بيبقى لها ريزيستنس، بس يعني نظريا هو مش محتاج وقت عشان يشحن لانه متوصل بارلل. طبعا بقى ايه هيقعد يقول لك شحنت وبعدين شلت السويتش، هيقعد بقى يشحن في قد ايه، هيقعد يفرغ في قد ايه مثلا لحد ما يوصل 0.05 في، هتعوض طبعا في قانون ان في سي يساوي في نود اي بار نيجاتيف تي اوفر تاو، هتعوض.
ماشي. بس هي الفكرة في حتة اللي هو هياخد وقت قد ايه لو هو متوصل بارالل ببطارية. اخر، لا سؤال قبل الاخير، صورة بسيط، يقول لك هات لي التايم كونستانت، الدايرة عاملة كده، عاملة ازاي؟ هوريك حاجة كده، هنا ار وهنا ار وهنا وبعدين واحدة تالتة. طيب زي ما قلنا التاو هو ار سي للدايرة اللي انت فيها، اذا هيبقى ار ايكوفيلنت سي ايكوفيلنت. ار ايكوفيلنت هيبقى ار 1 ار 2 على ار 1 بلس ار 2. طبعا لو ده واحد واتنين، لو ده واحد واتنين وتلاتة، ايه اللي حاصل عندي؟ اتنين وتلاتة توصلين سيريز مع واحد بارالل، فاذا هيبقى واحد او سي وان بلس توصيلة البارالل دول سي تو سي ثري على سي تو بلس سي ثري. طبعا ده الار سي، ده التاو. معاك ارقام هتعوض، معكش ارقام ده الفورمولا الشكل بتاعها. ماشي، اخر سؤال عندي مديني ان في كارنت 0.5 ملي امبير محمول على بروتون بيم. قالك ان الراديوس ده 1.5 ملي، ده الار ده الاي، وقال لك ان البروتونز دول عندهم كاينتيك انرجي 8 تايمز 10 باور نيجاتيف 13 جول. هو عايز البروتونز بير يونت فوليوم اللي هي ان، لان اللي موجوده في نيفا. تمام، ده اول مطلب، ان بتاعت نيفا. تاني حاجة number of protons، مثلا لو انا عندي حاجة هنا بيخبط number of protons hit مثلا in 2 second، ده تاني مطلب. يبقى اول حاجة البروتون density يعني كام في الفوليوم، والعدد مثلا البروتونز اللي بيخبط في ثانيتين. ماشي، واحدة واحدة. أنا إيه اللي يربط لي الـ N ديا والـ I equal neva؟ أنا عايز دي، الـ E هي شحنة البروتون 1.6 times 10 power negative 19، ده معايا ده معايا. الـ area أنا معايا الـ radius، أعرف أجيب I r square معايا. الـ V، الـ V أجيبها منين؟ الـ V أجيبها من الـ kinetic energy. ك بتساوي هاف ام في سكوير، هي دي الفي، هي الدريفت فيلوسيتي. هعرف اجيب الفي من القانون ده، معايا طبعا الماس بتاع البروتون جيفن، فاذا معايا برضو الفي هعرف اجيب الان. اول مطلب. تاني مطلب بيقول لك ان في ثانيتين، تمام. طيب اللي تشارج هي اي في تي، صح، اللي هي هتساوي الاي معايا والتايم اللي هو 2، 2 في اي اللي هي 0.5 مثلا. تمام، هيطلع لك ايا كان 1 ملي كولومب مثلا. الكيو دي هي عدد البروتون في الشحنة بتاعته، يبقى انا اقدر اجيب عدد البروتونز كام، اللي هو 1 او 10 اس سالب 3 على 1.6 في 10 اس سالب 19. انا جبت عدد البروتونز اللي بيعدوا او اللي بيخبطوا في ثانيتين. بس كده الحمد لله الشابتر خلص. معرفش الفيديو طول مني قوي يعني، بس الحمد لله خلص. شكرا.